السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين المشاهدين الأعزاء، وقناتكم إبراهيم للعقارات مكناس. اليوم تنقترح عليكم عقار من الفئة المتوسطة تتوجد في منزل تكون نسفلي جوج طوابق، كل طبق فيه شقة واحدة فقط. العقار اللي سنقترح عليكم اليوم فهي شقة تتوجد في الطابق الأرضي. الامتياز ديال هاد العقار ان كما لاحظنا جايه مهزوزه على الارض، مهزوزه على المستوى ديال الشارع، اذا الاطلاله ما كايناش بالنسبه للناس اللي دايزين على الرجل. مستحيل انه واخا يتعمد انه يبغي يطلب السرجل ما يقدرش، لان هاي الدخله مباشره تلقاو الصالون، وهذا صالون بمساحه كبيره. الغرفة النوم بالحمام، هذا هو الباب ديال الغسال. ملي دخلنا مكان هكا الصالون، هنا محال ليه تلقاو المطبخ اللي بهذا الشكل، بلي بلاكار من فوق ولتحت. هنا كاين البلاصة ديال لافابو، هنا كاين الحمام فيه لافابو فيه الطواليط فيه البلاصة ديال الرشاش الداخل. هنا كيما ذكرنا الغرفة للوالدين، الامتياز اللي عندها انها تجي بهاد الشكل هذا كومبلي، فيه الحمام فيه الرشاش فيه التواليت فيه لافابو. المساحة الإجمالية ديال هاد العقار 85 متر، تتكون لنا من صالون وثلاثة الغرف ديال النوم. الثمن المقترح 40 مليون قابل للنقاش. وبالنسبة للناس اللي بغاو ياخدو السلي بالكراج فتيبقى بالثمن ديال 52. الموقع فحنا سنتوجدو في حي فاميليا، استفسار فقط يكفيكم الاتصال بنا باش ان شاء الله ننتقل معكم من اي مكان ونكتشفوا العقار مباشرة. هذه الغرفة راكم جوج، الغرفة تبارك الله راه كاملين كبار. هنا عندنا الغرفة رقم ثلاثة، حتى بالنسبة لي غيديان راه فيها جوج جهاز. هنا عندنا الفاس ديال التلفازة، إضافة أن هاد الغرفة تتخرج ليها اللاكور. وصلنا تقريبا النهاية ديال هاد الفيديو، كان معكم أخوكم إبراهيم. ما تنساونوش بالدعوات، دمتم في رعاية الله، وإلى شقة أخرى وعقار آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.